افتتح سعادة المهندس وائل بن نصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2023. ويشارك في المؤتمر جهات خارجية حكومية وخاصة بالإضافة إلى خبراء من مملكة البحرين في مجال التكنولوجيا والاستدامة والمدن الذكية. وخلال حفل الافتتاح أكد وزير شؤون البلديات والزراعة أن المؤتمر في نسخته السادسة والمعرض يعززان التزام مملكة البحرين بالابتكار والتحول الرقمي في القطاع الحضري، مؤكدا على أنها فرصة لتعزيز التفاعل والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة للتعلم والتبادل الفعال للمعرفة في مجال المدن الذكية. وأشار الوزير المبارك إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية بالغة كونه يندرج ضمن المؤتمرات المتخصصة التي تحتضنها المملكة والتي ستحقق الاستفادة من الخبرات العالمية ليمكن بالتالي دمجها مع التجارب المحلية الرائدة في هذا المجال بما ينعكس إيجابا على النهضة العمرانية في البلاد. وأعرب الوزير المبارك عن ثقته في أن الجلسات النقاشية ستتيح الفرصة للتعرف على كيفية الاستفادة من دمج التجارب الناجحة على المستوى العالمي مع المبادرات والدراسات القائمة في المستوى المحلي لضمان خلق نقلة نوعية في تقدم مملكة البحرين في مجال المدن الذكية المستدامة، متقدما بالشكر للجهة المنظمة والمؤسسات الراعية. من مشهد حضري إلى بيئة معيشية أكثر ذكاء واستدامة في مدن تعرف بالمدن الذكية، فالتكامل في التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يلعب دورا مهما في تبسيط الخدمات الحضرية وتحسين البنية التحتية وتحسين الجودة الشاملة لحياة الإنسان. ومملكة البحرين حققت تقدما ملحوظا بالشراكة مع القطاع العام والخاص نحو تبني مفهوم المدن الذكية. من أبرز المشاريع والمبادرات التي قامت بها هيئة معلومات حكومة إلكترونية بالتعاون مع الجهات الحكومية الداعمة للمدن الذكية هي منصة تخطيط، وهي المنصة المعنية بخدمات التخطيطية المقدمة من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني، وتم إنجاز فيها 11 خدمة من أصل 39 خدمة، بحيث تم الوصول إلى نسبة انخفاض في المدة الزمنية لإنجاز المشاريع بنسبة 80%. استراتيجيات وخطوات ممنهجة تقوم بها مملكة البحرين نحو التحول الرقمي من حيث الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتطوير الخدمات البلدية، إلى جانب العمل على معالجة النفايات وتقليلها. جهود الوزارة في تحقيق مدن ذكية وهو تماشيا مع رؤية المملكة، فالوزارة من خلال خدماتها اللي تقدمها للمواطنين والمستثمرين توجهنا للابتكار، للخدمات الرقمية، عندنا التكنولوجيا والإضافة إلى ذلك من خلال الخدمات اللي نقدمها في القطاع الزراعي والقطاع الحيواني. نضيف إلى هذه أن وضعنا استراتيجية أن إحنا نحقق التنمية الحضرية المستدامة في المملكة من خلال مشاريعنا اللي نقدمها. ومجلس العاصمة من المجالس البلدية التي تحب استخدام التقنيات الحديثة في تطوير العمل البلدي. فعلى سبيل المثال نطمح إلى الحصول على معلومات بالنسبة إلى مرتادي الحدائق، المماشي، يعني استخدام التكنولوجيا في معرفة يعني دقيقة عن ازدحامة المرورية. فالتقنيات الحديثة هذه تسهل علينا احنا كمجالس بلدية في اتخاذ القرار الصحيح والمناسب، بحيث ان يعني يصب في خدمة الوطن والمواطنين ويكون يعني استخدام امثل للتقنيات. التجارب والخبرات العالمية بلا شك تتيح لمملكة البحرين فرصة الاستفادة من الدول المتقدمة في مجال المدن الذكية المستدامة وتحقيق الهدف الأسمى، وهو خفض انبعاثات الكربون والوصول إلى الحياد الصفري الكربوني. التطورات التكنولوجية الجديدة ساعدت على تأسيس المدن الذكية، وهي المدن التي تعددت حولها المصطلحات بين المدن الرقمية والمدن الإيكولوجية، إلا أن جميعها يستشرف المستقبل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.